مشاهدينا الكرام، للمزيد حول تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جلال ديمير، الكاتب والصحفي التركي. حياكم الله أستاذ جلال. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، مساء الخير ومساء النور. طبعا نعزيكم بهذا المصاب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. بداية، أنت الآن في غازي عنتاب، إحدى الولايات المتضررة من الزلزال، ما هي الأوضاع لديك؟ طبعا كما تعرفون ما يقارب 10 ولايات جنوب تركيا تضرر بشكل قوي من الزلزال الذي حصل صباح اليوم، منها مدينة غازي عنتاب، مدينة هاتاي، مدينة العثمانية، مدينة ملاطيا، مدينة قهرمان مراش، ومدينة هاتاي، ومدينتين أخرى. نعم. بصراحة الوضع يعني بسبب الشتاء والأمطار وسبب الأخرى أن المنطقة كانت غير متعودة على زلزال بهذه القوة، لأن المنطقة ليست كانت في الخط الأحمر للزلزال. على سبيل المثال إسطنبول كانت يعني متوقعة، وكانت المجتمع والشعب التركي نوعا ما يعني كان نوعا ما جاهز للزلزال متوقع، ولكن جنوب تركيا الولايات التي صار فيها الزلزال حصل فيها الزلزال بشكل قوي. نعم. كانت كشعب او يعني حتى تقنيا هندسيا كان غير ممكن نوعا ما نقول انه كان غير جاهز لهكذا. يعني انت تتحدث عن نوعية البناء الذي يتعامل مع الهزات الأرضية؟ نعم صحيح، يعني هو هذا فقط ممكن انه ان نقول يعني تأثر، ولكن رغم ذلك هل هناك كان هناك تحضيرات او هناك حظر من دائما موجود في تركيا؟ يعني على سبيل المثال حينما تاخذ تصريح بناء يجب على الحكومه او البلديات يجب ان يكون رخصه للسكن، وهذه الرخصه دائما تكون للبناء ان يكون قابله لزلزال يكون طيب 7.8. استاذ جلال، كيف تابعت تعامل الحكومه منذ اللحظات الاولى فيما جرى بعد حدوث الزلزال او وقوعه؟ بصراحة يعني أنا بالمنطقة، والمنطقة يعني المنطقة الذي رغم أنه فيها الضرر كثير، ولكن بعد 4 ساعات كان يوجد الكهرباء ويوجد الماء، رغم طبعا حاليا لا يوجد في مدينة ملاطيا وأضيمان وكهرمان مراش، لأن السبب لأن الوضع بهؤلاء المدن نوعا ما أثقل يعني أو الضرر أكثر، حتى الطرقات مسكر، ولذا ولكن مثلا بعد زلزال بكم ساعات تم إرسال ما يقارب 3000 موظفين لفريق الإنقاذ من عدة ولايات أخرى إلى مناطق الزلزال. تم إرسال أيضا 10000 موظفين مساعد لفريق الإنقاذ. تم إرسال ما يقارب 2216 سيارات أو تراكس كبير للمنطقة. نعم. أيضا لكن أستاذ جلال، كان هناك مشكلة بحسب تصريح الحكومة التركية بشأن إرسال الطائرات للمساعدة في الإنقاذ، في عمليات الإنقاذ بسبب الظروف الجوية، هل أثر ذلك على عمليات الإنقاذ؟ يعني أكيد تؤثر على عمليات الإنقاذ، ولكن ليس بشكل كبير، لأن بنفس الوقت المنطقة فيها أيضا فريق إنقاذ، وبنفس الوقت الشعب أيضا يعني كان له تأثير ودعم جدا لإنقاذ البنايات التي انهدم وانهدم. ولكن نعم الجو فعلا كان متأثر، لأنه حتى هذه اللحظة بالمنطقة يوجد المطر، وفريق الإنقاذ لا يستطيع أن يتطور، لا يستطيع أن يتقدم بشكل أفضل.
نعم أستاذ جلال، شاهدنا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان موجودا منذ اللحظات الأولى بعد حدوث الزلزال، ما وقع تواجد الرئيس والمؤتمر الصحفي الذي خرج به على الحالة النفسية للمجتمع التركي وخاصة ذوي المصابين أو ذوي المتضررين من الزلزال؟ طبعا يعني قبل قليل ذكرت بعض الخدمات او بعض الاشياء الذي تم نقلهم الى منطقه مناطق الزلزال، ومنهم ما يقارب 650 متخصص نفسي او علم النفس، متخصص علم النفس تم نقلهم الى المنطقه ايضا لاجل المواطنين. ولكن بصراحة يمكن أن المنطقة حاليا يعني تهتم بالأمن، لأنه كما تعرفون حتى هذه اللحظة معظم الولايات التي ذكرنا قبل قليل يبيتون بخارج بيوتهم، لأنه من المتوقع أن يكون زلزال أخرى، فلذلك الناس لديهم خوف ولديهم قلق ولا يدخل البناء، ولذلك يبحث عن الأمان حاليا أكثر مما يبحث عن متخصص نفسي. نعم. طيب يعني تحدثت الحكومة التركية عن مساعيها لمحاولة احتواء المتضررين من شردوا من ديارهم نتيجة هذا الزلزال، ما هي الأدوات التي تمتلكها الآن؟ ما هي الآلية التي ستعمل بها من أجل عدم ترك الناس يبيتون في الشوارع؟ طبعا يعني تركيا لها قبل قليل أنا ذكرته في قناة أخرى، أيضا تركيا لديها خبرة في تقديم المساعدات الإنسانية. كما تعرفون الوضع الذي حصل في سوريا صار لنا خبرة منذ 10 سنوات في تقديم المساعدات الإنسانية، فلذلك يعني المخيم الذي أنا كنت مدير فيها حاليا مفتوح للأشخاص العوائل الذي لا يستطيعون أن يدخلون إلى مبانيهم، صالات الرياضية مفتوحة، الفنادق الذي آمنة مفتوحة، ولذلك نستطيع أن نقول إدارة آفات تعمل بشكل ضخم، وحتى هذه الولايات التي ذكرنا أن الزلزال تضرر فيها كثير، الولايات القريبة لهذه الولايات الولاة تم نقلهم إلى المنطقة، الموظفين بباقي الولايات تم نقلهم إلى هذه الولايات من إسطنبول ومن باقي المدن التركية، من الجيش، من الشرطة، من الصحة، من رئاسة الأفاد، ومن معظم الدوائر الحكومية تم إرسال فريق للمنطقة، ولكن كما ذكرنا فعلا الضرر قوي والزلزال قوي والأضرار كبيرة وكثيرة، والجو أيضا تؤثر للحادث. طيب الضرر الذي وقع في تركيا أيضا طال سوريا، وتعلم أنت بالوضع في سوريا، هل تعتقد بأن المناطق التي تضررت داخل سوريا تتحمل مثل هكذا ضربات؟ بصراحة يعني حالة سوريا مأساة يعني وسيء جدا جدا، يعني رغم أن تركيا في لديها إمكانيات والماء موجود والغاز نوعا ما موجود، الإنترنت نوعا ما أحيانا يكون موجود أحيانا ينقطع، وهناك إمكانيات بشكل أكبر جدا من سوريا، رغم ذلك تعاني تركيا عن صعوبة التعامل بنجاح بالزلزال القوي، ولكن في سوريا فعلا الحياة ميت، ووفق ما أنا قريب على سوريا ما يقارب حاليا أتيت زيارة إلى مدينة غازي عنتاب ما يقارب 40 كيلومتر بعيد من سوريا، ولكن فعلا هنا الوضع سيء جدا بسبب عدم طريق إنقاذ متخصص يلبي الاحتياج المطلوب، ومعظم المدن السورية فيها حالات وفاة كثيرة عديدة، وخصوصا الشتاء والوضع الإنساني، وضع المواد الغذائية أيضا وتدفئة احتياج كبير جدا في داخل سوريا. طيب في ظل الأزمة التي تمر بها تركيا الآن بعد الزلزال ودخلت إلى حالة الإنذار من المستوى الرابع التي تتطلب دعما دوليا،
هل تعتقد بأن تركيا لديها القدرة على احتواء مشكلتها من ضرر الزلزال وكذلك مد يد العون إلى الجانب السوري؟ يعني أكيد اليوم يعني تركيا بطبيعتها بطبيعة الحال لا يمكن أن تفكر فقط المدن التركية، وأنا أعرف حتى مؤسسة منظمة إيهاها الغير الحكومية أعلنت عن أخذها أو طلبها للتبرعات لكي يرسلها أيضا إلى سوريا، وهذه دليل على أن تركيا أيضا رغم الوضع بتركيا أيضا كبيرة وحزينة ولكن تفكر في نفس الوقت بسوريا. لا يوجد الفرق، أنا كمواطن تركي لا أرى أن الفرق بين السوري وبين التركي، لأن الزلزال لا يسأل أحد أنه هذا صحيح. تركي هذا صحيح. عربي هذا سوري هذا، الجميع الإنسان يتضرر منها، ولذلك على ما أظن سيمد مد العون إلى سوريا. أستاذ جلال، بخلاف حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، هناك أكثر من 45 دولة قدمت اقتراحات أو طلبات لتركيا من أجل أن تساهم في عمليات الإغاثة والدعم والمساعدة. هل تعتقد بأن تركيا ستنظر إلى هذه الطلبات بانتقائية أم ستكون مفتوحة للجميع، خاصة وأنت تعلم أن هناك حزازيات، هناك بعض الخلافات السياسية ما بينها وما بين بعض الدول؟ كيف ستتعامل تركيا مع هذه الطلبات المقدمة بشأن الإغاثة والمساعدة؟ تركيا دائما تعطي رسالة على أن تركيا قوية وقادرة على أن تجبر جراحها، ولكن بنفس الوقت هل تحتاج إلى دعم؟ نعم، يعني اليوم قبل قليل ذكرنا من عدة ولايات تركيا، الولايات التي حس فيها الزلزال بشكل قوي والأضرار كثيرة هي ما يقارب 10 أو 11 ولاية، باقي 70 ولاية لم تحس فيها بشكل ضعيف جدا، ولذلك معظم الولايات الأخرى يعني 75 ولاية أو 50 ولاية أخرى كلهم أرسلوا فريق الإنقاذ، أرسلوا مساعدات للولايات التي تضرر من الزلزال. فلذلك على ما أظن يبدو أن تركيا قادرة على أن تجبر جراحها، ولكن بنفس الوقت هل هي تحتاج إلى أو هل ترفض دعم خارجي؟ لا أظن، لأنها يعني بروتوكوليا غير مناسب، وأيضا أكيد في الأزمات الدول المجتمعات تحتاج إلى الدعم من كل نواحيها ومن كل النواحي. الكاتب والصحفي التركي الأستاذ جلال ديمير، شكرا جزيلا لك.